أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله نستهل معكم هذا الفضاء الحر المباشر ليوم الأربعاء 16 مايو 2012، وسعيد باستقبال ضيف السيد رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف. سيد رياض أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا شكرا على الدعوة اللطيفة وعلى الاستضافة. بارك الله فيك سيد رياض. كتونسي غير مقيم، أنت تقيم في جنيف، كيف تقيم المسار اللي انتهجته تونس بعد ثورة 14 جانفي؟ والله جيد، يعني بالمقارنة مع الدول الأخرى، بالمقارنة مع المأساة الليبية الحالية، مع المأساة السورية، حتى في مصر يعني قتلى وجرحى إلى حد الآن، سوريا تبقى نحن خرجنا منها بأقل الخسائر الممكن، أقل الخسائر البشرية والمادية الممكنة، وهذا يعود للثقافة السلمية للشعب التونسي. نحن كنا عرب، كنا سنة، كنا مالكيين، وإلى التعليم المتقدم في تونس، هذا كل شيء يعني إراعة فعلا. متى يمكن القول أن هذه الثورة أو تلك نجحت أو فشلت؟ والله بما نسميه في علم السياسة بدوران النخب، لا سيركيلاسيون دي زيليت او سان دي بوفوار، الثورة التونسية حدث فيها دوران النخب، أي أن الوزير والقيادات السياسية التي تراها منذ عقود من الزمن تتغير وتأتي أناس جدد وأناس يقدمون مشاريع جديدة. لا سيركيلاسيون دي زيليت او دي بوفوار هي عمود الفقري للديمقراطيات، فإذا دخلنا فيها في تونس فنحن في المسار الديمقراطي الصحيح. واضح. سيرياض، هنالك تحاليل تصف الربيع العربي بالربيع الإسلامي على خلفية وصول التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم، ما رأيكم في هذا التوصيف؟ هو ربيع ديمقراطي، أما وصول الحركات الإسلامية للسلطة فهذا منتظر. بالنسبة لي كعالم سياسة مختص في الحركات الإسلامية انتظرت نجاح النهضة، وأعرف أنها ستنجح لعدة أسباب كثيرة، لعل أهم ربما السبب الأخير، وهو أن الحركات الإسلامية تعيش ما نسميه بالدورة التاريخية لها، لو سيكل هيستوريك. الحركات الإسلامية هي في دورتها، لما في الستينات كان جمال عبد الناصر يخطب، كل الشارع العربي يتحرك ويهتف لعبد الناصر، لأن القومية العربية كانت تعيش دورتها. لما لينين وفي الثلاثينات والأربعينات وفي إسبانيا، لما الشيوعيين كانوا يعني في كل مكان كانوا يعيشون الدورة التاريخية الشيوعية. اليوم منذ عقدين تقريبا من الزمن أو ثلاثة عقود، الدورة هي للحركات الإسلامية، دورة تاريخية طبيعية. بعد وصولهم للسلطة ومراسلتهم للسلطة، أنا أعتقد أن أيضا سيحدث نوع من التخفيف من هذه الحدة، لأنهم بيّنوا مثل الآخرين أو أخذوا حظهم مثل الآخرين، وسنرى ربما بالممارسة الفرق بين المثال والأحلام والواقع، لأن الواقع مرير لكل الأيديولوجيات السياسية مهما كانت. إذن ثم عوامل كثيرة جدا أدت إلى نجاح الإسلاميين في السلطة، بعض العوامل الأخرى أيضا لأنهم عاشوا مرحلة اضطهاد فثم تعاطف معهم. تقنيا أيضا الحركات الإسلامية تقريبا الوحيدة القوية المنظمة الممولة، لأن الدكتاتوريات العربية ماذا فعلت؟ أيضا أفرغت الساحة السياسية من كل التنظيمات الديمقراطية وغيرها والتقدمية، وأرادت عمدا أن تبقى هي فقط مع الحركات الإسلامية، أيضا لأن كانت تستخدم البعبع الإسلامي. لما تحكي مع واشنطن وباريس ولندن، نحن هنا للحضارة، للتقدم، للإنسانية، البديل لنا، البديل هو الحركات الإسلامية. وكان الغرب متخوفا من الحركات الإسلامية لأسباب تاريخية ولأسباب ثقافية، وكان يعني يقبل بأطروحات هذه الأنظمة الدكتاتورية ويقبل بما تفعل، نظرا لأن البديل سيكون الحركة الإسلامية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2011. يعني تغير العالم، تغير نظرته للحركة الإسلامية، حدثت تعبية كبيرة جدا إعلامية ضد كل ما هو إسلام ومسلمين. كيف أصبح ينظر الغرب؟ قلت تغيرت، كيف يصبح ينظر